السلام عليكم حباباتي، كي راكم؟ معكم ام هناء. كي راكم حباباتي؟ اليوم راح نسمع لكم تشخشوخه. انا راني درت كيلت زوج فاري، زوج سميد رطب من هذا، وواحد فارينه من هذا الطباسه هذو، باش نعجن ندير لكم تشخشوخه. تشخشوخه مش كيما اللي راني نسمعوا بها زعما صحاب الشرق الصيف، لا، تشخشوخه خاصه اللي كانوا يديروها بكري تاع جداتنا، يعني بكري كانوا يسرعوها بطريقه واحده اخرى كامل. دوك كي نعجن ونطيبو نوريكم طبعا، غير انا بغيت نوريكم دوكا بلي حنعجن، كي نعجن نكملو وني نطيب فيه نوريكم كيفاش نديروه. بعد ما عجنت وراني طيبت، راني طيبت المعاكل تاعي ورميت فطوري، يعني المرقه تاعو راني نفتت فيه هكذا، ها فتتو وكي طاب راني فتتو، شوفو ودوك نفورو ونوجدو. نقطعو هكا، وكاين طريقه واحده اخرى يقطعوه، هذاك يقطعوه نعيطولو حنا رفيس يصنعوه للعروسه، يعني العروسه لازم تدي هذاك معاها مع الكاطو. جبنا كيما هذه، بصح تكون كبيره باش تكفي زعما كاع العائله كامل اللي ياكلوا، العائله تاع العريس والعروسه كامل ياكلوا هذه. دوك انا ما كاش نهار ان شاء الله نوريكم كيفاش نصنعوا هذو، كامل عادات والتقاليد تاعنا. كيما هذا، يديروا صح، يديروا صحاب الشرق يديروه بزاف، بصح يديروه بالدجاج، يديروه بالصوالح، ماشي كيف حنايا. هذا كانوا بكري يديروه في وقت زعما كيما عندهمش كامل، كانوا يصنعوا هذا ويديروه. بصح قاعد ما شاء الله زعما قاعد التقاليد تاعنا حنا، كيجي ولا بكري قالت لي يما كيجيو ضياف وقاعد زعما احسن اكله عندهم، كيما حنا كاين اللي يدير طعام كاين اللي يدير لهم هذا. انا اليوم قلت لكم بغيت نصنع هذا مع ما انا درته بلا دجاج، الزوج تاعي ما يحبش الدجاج، ما يحبش حتى يطيب فيه، ما ياكلوش هو، ما ياكلوش مع داير ريجيم وما ياكلش الدجاج كامل، درتو بلا دجاج، يعني الطريقه التقليديه 100%، كما كانوا يديروه بكري كان الناس ما عندهمش كامل ما يقدروش يديروا الدجاج. بصح ان شاء الله يعني هاي دوك ياك تشوفوه ودخلوا قولوا لي رايكم.